انه برضو الاستراتيجيه والسياسه الفتره الجايه بالنسبه للجنه العليا للجان. انا معايا على الهاتف الاستاذ وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي. استاذ وليد مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا محمد عليك وعلى سهى. اهلا بيك. مساء الخير يا وليد. انا معاكم طبعا. اهلا بيك. طيب عايزين الاول بس واحنا بنتكلم في اطار الفكره والدور المجتمعي الاول بس اللجنه العليا للجان الفكره جت لها ازاي وهتشتغل على ده ازاي مع كل مجتمع الاهلي وعائله الاهلي الفتره الجايه؟ والله انا مش عايز اتكلم عن الفكره كتير وعايز توصل سؤال اتكلم عن الموضوع ده، لكن طبعا هي الفكره جت ابتدت ان احنا عايزين يا جماعه نعمل حاجه، مش هنقعد في وسط نتفرج، احنا مش قادرين نعمل فعاليات في النادي. كان عيد ام لجنه الرعونه عاملاها، كان عندنا حاجه مع كان عندنا تكريم المتفوقين سنتين فاتوا ورا حفل كبير كنا هنعمله اتاجل برضه، وقلنا مش هنقعد نتفرج يعني عايزين نتواصل، وده دورنا المجتمعي وهو النادي الاهلي كده يعني. وانا بس يعني عايز اقول ان الشعار ده حتى السلوجان ده طلع من فكره طلعت من جوه لجنه الرعونه، واحنا يعني قلنا هنستعمله كفكره للجنه العليا، ويبقى كل هي مبادره كل اللجان بتشتغل تحتيها. اذا الفكره يعني اتفضل. أنا بس عايز أقول يا محمد إن عمل التطوعي ده بالنسبة لي أنا كواحد يحب كيان النادي الأهلي، هو أفضل حد يحب كيان المجتمع في عمل تطوعي إن هو يخدم الكيان ده ويعمل حاجة يحس فيها إنه بيحط جميل، أو يعني الحاجة الحلوة اللي بتستخدم الكيان ده زي النادي الأهلي ده الكبرياء والفرحة والسعادة دايما للنادي الأهلي في ديالنا، أنت بتقدر ترد له الجميل ده بإن أنت تحاول تعمل أي حاجة تساعد في مجتمع النادي أو جوه مجتمع عائلة الأهلي اللي أنت بتستني فيها. تمام. طيب اللجنه العليا للجان طبعا الفتره الاخيره كان في تشكيلات وتعديلات في تشكيل عدد من اللجان ورؤساء اللجان، الاستراتيجيه والتشكيل اللي تم، وكمان شفت افكار جديده تم طرحها من خلال الاجتماعات اللي تمت في الفتره الاخيره. بص يا سيدي، احنا الموضوع بالنسبه لنا انا لجنه عليا يعني انا واللي معايا كلها باعضائها الجمال المحترمين، نجاحنا مرهون بان احنا نزود قاعده المشاركه بالنسبه لنا. فكان عندنا الموضوع ده هيمشي على مرحلتين، الاول ان انا بكمل عدد اللجان للعدد اللي كان مسموح بيه قبل كده اللي هو 10 في كل لجنه، كان في نواقص بعض اللجان كملناها، كان في رؤساء لجان مش موجودين حطيناهم، الاسماء كلها طلعت على القناه قبل كده مش عايز اطول عليك. بعد كده انا خدت موافقه اهم حاجه من مجلس الاداره ان انا ازود العدد اللجان من 10 ل 15. وده يندرج تحت برضه بند توسيع قاعده المشاركه، ان انا يبقى بدل ما يبقى عندي 7 لجان في 10 يعني 70، باين عندي 7 في 15. فالنهارده انا هعمل بعد ان شاء الله المفروض نرجع النادي يرجع يشتغل تاني ان شاء الله، هنعلن عن فتح باب الاشتراك في اللجان وتهدئه الاشتراك ازاي، واتمنى الناس كلها تقدم وتشارك. مش عايز اطحن الشغل في اللجان على الناس اللي اعضاء في اللجان، انا عايز كل واحد في النادي عنده فكره هنقول الناس تتواصل معانا ازاي برضه بعد ما نخلص من القصه اللي احنا فيها دي ان شاء الله على خير، والشهر المصري كله ربنا يكرمنا يا رب ونطلع كلنا منها على خير. الناس ازاي تطرحوا افكاركم علينا، وانت النهارده عندك فكره مثلا مع لجنه المرأه تقدر تدخل تشتغل مع لجنه المرأه الفكره دي وتتنفذ فيك الفكره وتتنفذ تحت رعايه لجنه المرأه. اكيد. طيب الافكار متاحه للجميع بالتاكيد، كل اللجان واللجنه العليا كمان. طبعا انا بس عايز اقول ان المبادره دي انا نفسي نطلع منها بين، انا عندي 4 افكار من 4 لجان، انا اوريدي عندي 7 لجان، انا نفسي اعضاء النادي نفسهم يشاركونا بافكار على صفحه الاهلي كوميونتي، يخشوا يكتبوا افكارهم على البوست بتاع المبادره ويقولوا لنا افكار، فعلا الافكار اللي هناخدها ونفذها بكره وهندخلها حي. احنا عملنا 4 افكار هنتكلم عنهم بسرعه بالتفصيل. اكيد. مش هو ده بس اللي عايزين نقف عنه، احنا عايزين، احنا عندنا اسبوعين تقريبا النادي قافل فيهم 10 ايام، وان شاء الله يبقوا 10 ايام بس ما يبقوش اكتر من كده ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. عايزين نزود فعاليات ونزود اقتراحات ونشتغل حاجات اكتر من كده. اكيد. استاذ وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لك يا رب خلال الفتره اللي